أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات 23 مناقصة تتبع 15 جهة حكومية، أبرزها مناقصة تمويل لبيع وإعادة تأجير 4 طائرات من طراز 7879P التابعة لشركة طيران الخليج، حيث تقدم لها عطاء واحد أعلى بقيمة 672.7 مليون دولار. وطرحت وزارة المواصلات مناقصة توسعة وتطوير نظم إدارة الحركة الجوية، حيث تقدم لها 4 عطاءات بأسعار مختلفة 15 مليون يورو و 12.9 مليون يورو، بالإضافة إلى 19.7 مليون دولار و 6 مليون دينار. فيما طرحت أيضا شركة طيران الخليج مناقصة الدعم الفني والصيانة لإسطول الطائرات في مطار فالين الدولي مالي جزر المالديف، حيث تقدم لها عطاء واحد أعلى بقيمة 260 دولار. وطرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 3 مناقصات، أبرزها مناقصة تابعة لشؤون الأشغال تشغيل وصيانة وإدارة نظام سكادا لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة ومركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتقدم لها 5 عطاءات أعلاها بقيمة 336.760 دينار. بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين لهذا الأسبوع 805.795 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 2,798,856 بعدد متوسط للصفقات بلغ 78 صفقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11,195,425 سهما بقيمة إجمالية قدرها 3,223,179 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 313 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 7 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو. وقع صندوق العمل تمكين مذكرة تفاهم مع جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتدريب 50 بحرينيا من الباحثين عن عمل على أساسيات ريادة الأعمال، وذلك في ضوء الجهود المستمرة التي يقدمها الصندوق لتطوير البيئة الريادية وتشجيعا لمزيد من البحرينيين على الاتجاه لريادة الأعمال للدخول في سوق العمل. وأشار الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين إلى أن المبادرة تأتي بالتماشي مع أحد أهداف تمكين الاستراتيجية والمتمثلة في تشجيع الباحثين عن عمل للاتجاه إلى ريادة الأعمال كخيار بديل عن التوظيف، وتقديم الدعم المناسب لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك بهدف رفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل، مما له أثر كبير في تطوير المناخ الريادي في مملكة البحرين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
صدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمرتبة الأولى في تقرير تنافسية السفر والسياحة 2019، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وضم 144 دولة، محتل المركز 33 عالميا، متقدمة على الهند ومالطا وروسيا وبولندا وإستوينا. واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالميا في بنية النقل الجوي التحتية بفضل جودة البنية التحتية للنقل الجوي والقدرة العالية لخطوط الطيران ووجود العديد من شركات الطيران. وفي البنية التحتية لخدمات السياح حلت الإمارات في المرتبة 22 عالميا بفضل كثافة الفنادق الجيدة والمدركات العالية لجودة البنية التحتية للسياحة. قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تستهدف عجزا في الميزانية قدره 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019. وتابع معيط أن مصر تستهدف فائضا ماليا أوليا قدره 7.51 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، وذلك ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن مصر شهدت في السنة المالية الماضية خروج أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة أثناء أزمة الأسواق الناشئة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. فيسبوك تؤكد بأن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت. قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة متواضعة في الأسابيع الأخيرة مع تضرر القطاع الصناعي من التباطؤ العالمي. وفي تقريره الأخير أشار الفيدرالي إلى أن نمو التوظيف بدأ متواضعا في الأسابيع الأخيرة، لكن نشاط الصناعات التحويلية شهد ضعفا طفيفا عن الفترة السابقة. ومن جهة أخرى تقلص العجز التجاري الأمريكي بشكل ضئيل في يوليو الماضي، لكن فجوة التجارة مع الصين زادت إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انخفض بنسبة 2.7% إلى 54 مليار دولار. وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للبرلمان الاتحاد الأوروبي على تعيين الفرنسية كريستين لاغارد رئيسا للبنك المركزي الأوروبي بأغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت. وسيتم التأكيد النهائي لتعيينها خلال جلسة عامة للبرلمان منتصف الشهر الجاري. وقالت كريستين لاغارد إن البنك بحاجة إلى الحفاظ على سياسته الفضفاضة لفترة طويلة، لكن يجب عليه مراجعة أوسع للسياسة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا التحديات العالمية مثل تغيير المناخ. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أكدت فيسبوك أن مئات الملايين من أرقام هواتف مستخدمي تطبيقها قد كشفت في قاعدة بيانات مفتوحة أو كشفت في قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت في أحدث مثال على الهفوات التي تقع فيها الشركة. وكشف موقع تيك كرانش الإلكتروني أنه تم تخزين أكثر من 419 مليون مستخدم على فيسبوك، وأرقام هواتف في خادم عبر الإنترنت لم يكن محميا بكلمة مرور،
ومن المتوقع أن يتم تجميع السجلات المكشوفة باستخدام أداة قامت شركة فيسبوك بتعطيلها في أبريل 2018 في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا.